اهلا وسهلا فيكم، معاكم فرح الحميثي، واليوم بوريكم شلون نقدر احنا نرتب اكسسوارات حول هذا الصحن اللي كثير منكم اكيد عنده شيء شبيه فيه، سواء كان لونه ذهبي او اسود او غيره. وين نشوفه؟ دائما نشوفه في نص طاوله الاكل او في نص طاوله القهوه اللي تكون الكبيره بين بصالاتنا. ممكن عندنا طريقتين، يا يعني نعتبر ان هذه اعلى نقطة أو يكون نقطة الوسط. أول شيء بدي بوريكم شلون إذا كانت هذه أعلى نقطة. ممكن أن ناخذ نفس الصحن ونكرره ثلاث مرات. إذا بنعتبر أن هذه القطعة هي أعلى قطعة، عندي هذين القطع اللي ممكن نضيفها بنفس الألوان، وحبيت هذا العصفور الصغير نحطه هني، فيصير عندي ثلاث إكسسوارات ونقدر نكمل اللون الأحمر مثل التفاح اللي موجود هنا، نضيفه في بعض الورود. هذه الطريقة، هذه إن صحن تفاح يعتبر أعلى نقطة، لكن بعتبره نقطة يعني ما يكون هو الأعلى، يكون في شيء ثاني أعلى منه. ممكن نضيف هذه القطعة ونشيل العصفور، ويكون بهذه الطريقة، ونشيل الورد من هني ونحطه نوعا ما هني. فكذي صار عندي توزيع ثاني لنفس الاكسسوار، بس غيرنا شيء صغير بشيء أكبر. إذا نبي نسوي دراما ويكون شيء أجرأ، بوريكم هذه القطعة اللي وايد حلوة، وممكن واحد يعتقد إنها صعب إن نرتبها. إذا استخدمنا هذه القطعة، وحطينا هذيل بهذا الشكل، طبعا مثل ما تشوفون دائما لما نرتب اكسسوارات إذا كان أشكالهم مختلفة أو جايين من عوائل مختلفة مثل ما نقول، يكون عندنا أشياء متشابهة، كانت الألوان أو شكل معين. هني قاعدين نركز على الدوائر، عندي الصحن دائري، الفازة دائرية، وهذه عندي السفير أو الكرة اللي موجودة بالنص، عشان يصير في مثل رابط متشابه بينهم. وأكيد أفضل أني أضيف بعض الزهور أو النباتات بهذه القطعة عشان تربط لي لون الأحمر مع باجي القطع. فوريتكم شلون هذه الفازة أو هذا الصحن ممكن يترتب بأكثر من طريقة، بإكسسوارات بارتفاعات مختلفة، كلهم ماشيين بنفس الطابع. ابتدينا بالألوان، عندنا الذهبي، الأسود، والرماديات، والأخضر اللي موجودة تحت هني، هي نقطة البداية لكل إضافات اللي ضفناها بالفيديو كامل. أتمنى أن فاتكم وعجبكم، وقبل ما تتركوني تأكدوا أنكم تسوون سبسكرايب حق قناتي عشان توصلكم هذه الفيديوهات أول بأول. اليوم قناتنا صارت تضم أكبر عدد من الفيديوهات العربية المتخصصة بالتصميم والديكور. فقراتنا متعددة، راح تلاقون معلومات، تصاميم، مقابلات وغيرها العديد من الفقرات اللي تهم المصممين، الهواة، وكل من يبحث عن أفكار لبيته. وعشان نستمر ونقدم المزيد، تابعوني وكونوا المشتركين بالقناة لمشاهدة جديدنا أول بأول.